من دنو إكراما إكراما من دلتر قدوس الآب والابن الروح قدوس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نقرأ مع بعض إصحاح 15 من سفر الأمثال، وبنعمة ربنا نتأمل في كل آية فيه بعد قراءته. الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. في كل مكان عينا الرب مراقبتان الصالحين والطالحين. هدوء اللسان شجرة حياة، وعوجاجه سحق في الروح. الأحمق يستهين بتأديب أبيه، أما مراعي التوبيخ فيزكى. في بيت الصديق كنز عظيم، وفي دخل الأشرار كدر. شفاه الحكماء تدر معرفة، أما قلب الجهال فليس كذلك. ذبيحة الأشرار مكرهة للرب، وصلاة المستقيمين مرضاته. مكرهة الرب طريق الشرير، وتابع البر يحبه. تأديب شر لتارك الطريق، مبغض التوبيخ يموت. الهاوية والهلاك أمام الرب كم بالحريق قلوب بني آدم. المستهزئ لا يحب موبخه، إلى الحكماء لا يذهب. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، ويحزن وبحزن القلب تنسحق الروح. قلب الفهيم يطلب معرفة، وفم الجهال يرى حماقة. أكل كل أيام الحزين شقية، أما طيب القلب فوليمة دائما. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج. الابن الحكيم يسر أباه، والرجل الجاهل يحتقر أمه. الحماقة فرح لناقص الفم، أما ذو الفهم فيقاوم سلوكه. مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها. طريق الحياة للفطن إلى فوق، للحيادان عن هوية من تحت. الرب يقلع بيت المتكبرين، ويوطد تخم الأرملة. مكرهة الرب أفكار الشرير، وللأطار كلام حسن. المولع بالكسب يكدر بيته، والكاره الهداية يعيش. قلب الصديق يتفكر بالجواب، وفم الأشرار ينبع شرورا. الرب بعيدا عن الأشرار، ويسمع صلاة الصديقين. نور العينين يفرح القلب، الخبر الطيب يسمن العظام. الأذن السامعة التوبيخ، الحياة تستقر بين الحكماء. من يرفض التأديب يرذل نفسه، ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. مخافة الرب أدب حكمة، وقبل الكرامة التواضع، والصبح لله دائما أبديا آمين. الجواب واللين يصرف الغضب. طبعا يكون في حالة غضب، والإنسان الغضوب يواجه كلام قاسي للإنسان المغضوب عليه. فإذا كان الإنسان الثاني ده يرد عليه بنفس الطريقة، بيشعل النار أكتر. أما إذا كان الجواب لين، فيه كلمة رقيقة لطيفة تكسر حدة الغضب بتاع الشخص الثاني اللي هو مسيء إليه. والكلام الموجع يهيج السخط، طبعا زي كأن واحد بيحط بنزين على النار يولعها زيادة. دايما بيبقى الإنسان بالشكل ده متحفز عشان يرد على الإهانة بالإهانة، مش يسامح وإنه يحتمل.
عشان كده في العدد الثاني بيكمل الكلام بنفس المعنى: ولسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقته. الإنسان الحكيم يعرف إمتى يتكلم وإمتى يسكت، إمتى يحط مية بحط مية على النار يمطفيها، بدل ما الإنسان اللي جاهل يلخبط في الكلام ويشتم ويكون رد فعله سيء. سيد المسيح نصحنا: لا تقابل الإساءة بالإساءة، بل نقابل الإساءة بالإحسان. عدد ثلاثة: في كل مكان عين الرب مراقبتان الصالحين والطالحين. عين الرب على كل طريق إنسان. الإنسان كويس مطمئن لأن حاسس إن كل كلام ربنا ليه كلام صالح، وهو أب راعي حكيم بيخلي باله لابنه. أما الإنسان الخاطي بعاز عن حارف أن عين ربنا عليه وهو بيعمل خطيئة، فإذا كان عنده حتة بس لمسة كده قريبة من خوفة ربنا أنه يعمل حساب لربنا اللي شايفه هو بيعمل خطيئة وما يعملهاش. هدوء اللسان شجرة حياة، وعوجاجه سحق في الروح. الإنسان لسانه هادي كده بيتكلم كلام حلو وبسيط، مفيهوش حدة مفيهوش غضب، بيوحد ويربط بين الناس ويفرحهم زي شجرة، شجرة حياة بتثمر ثمار حلوة كده بتفرح الناس. أما الإنسان اللي لسانه عيوبي يعني بيشتم ويجرح ويعمل، فده يعني بيزرع خصومات ما بين الناس بدل ما يطيب خاطر الناس ويريحهم. لما يقول هنا وسحق في الروح معناها انه بيسحق الروح لهم. اما الانسان ده اذا شعر ان كلامه وحش بعد كده وشعر بذنبه، فبيكون يريحه بعد كده وما رجعش يعمل الخطيئة دي تاني. الأحمق يستهين بتأديب أبيه، أما المرء التوبيخ فيذكر. الإنسان الفاكر نفسه يعني بيفهم أكتر من أبوه، وأنه الجماعة دول دقة قديمة أو they're from Egypt، والكلام ده كله دي حماقة من الإنسان بيستهين بتأديب أبوه، بيعرف أنه يفهم أنه يعرف أكتر منه. أما الإنسان اللي بيراعي توبيخ أبوه فبيتعلم من تأديب، وبالتالي أبوه هيحبه بدل ما يكون متضايق علشانه. عدد ستة: في بيت الصديق كنز عظيم، وفي دخل الأشرار كدر. بيت الإنسان الصديق مليان بركة، وبيت الإنسان الشرير فيه لعنة. إحساس الإنسان بالرضا باللي عنده، حاجة الرضا القليل اللي عنده كأنه يملك كل حاجة، ويفرح بالقليل اللي عنده بيبقى فيه بركة في بيته باستمرار، مهما كان اللي عنده قليل لكن فرحان بيه وشكر ربنا عليه. أما الإنسان اللي مش مقتنع بالرضا باللي عنده بيبقى متضايق باستمرار، ومهما كان غني عايز يتغني أكتر وما يحسش ببركة ربنا في حياته. عدد سبعة: شفاء الحكماء تضر معرفة، وأما قلب الجهال فليس كذلك. الإنسان الحكيم مصدر بركة لكل الناس اللي حواليه، كل واحد يسمعه لأنه بيتكلم كلام من عند ربنا، كلام هادي فيه وداعة فيه هدوء فيه لطف. إنما الإنسان الجاهل الناس مش هتهتمه، ما بترتاحش لكلامه، ما يقدرش يعرف ما يدي بأي معرفة أو معلومات عن ربنا أو عن حياته الحلوة مع ربنا، عشرته مع ربنا. عدد تمانية وعدد تمانية وتسعة مع بعض: ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، وصلاتهم مستقيمين مرضاتهم. ربنا مش عايز مننا عطية أو ذبيحة، مش محتاج لحاجة مننا، إنما عايز القلب. يا ابني أعطيني قلبك وتلاحظ عينك طرقي. ربنا عايز الإنسان إنه يكلمه كده ويفرح مجرد الإنسان بيكلمه وبيصلي، بفي صلة بينه وبين نفسه. ربنا مش مهتم بتمن العطية اللي بتديها له، إنما عايز علاقة الإنسان بيه بفي صلة بينه وبربنا. عشان كده بيقول لنا في عدد تسعة: مكرهة رب طريق الشرير، وتابع البر يحبهم. إيه كانت ذبيحة الأشرار؟ يعني إذا إنسان شرير واحد مثلا مدمن على القمار وبيكسب بطريقة غير مشروع ويدي الشور بتاعته، ربنا مش هيقبلها.
لان ده ربنا ما بيدورش على حاجه، بيدور على فلوس، لانه بيدور على القلب. واللي بيدي عطيه وهو يعني بيحسبها كم في الميه والحاجات دي كلها، ما بيدهاش عن طيب خاطر، ربنا ما بيقبلش العطيه بتاعته لانه بيحسبها بالمليم، لان احنا بندي ربنا من اللي هو عطاه لنا. 13 تأديب وشر لترك الطريق ومبغض التوبيخ يموت. قد ما الإنسان يكون منحرف قد ما يكون تأديب أكتر. أخذوا بالكم كده مثال يونان والحوت، شوف قد إيه كان عايز يهرب من ربنا، وشايف بيتصور إنه ممكن يهرب منه، فربنا بعت له الحوت، بس كان سبب بركة ليه. ناخذ مثال من مثال حكاية إنه اللي بيقبلش تأديب ربنا، الابن الضال ازاي انه ورث ابوه وكسر وصية، بدل ما يكرم ابوه اساء اليه اكتر فوصل المجاعة. نيجي نسأل على كورونا فيروس النهاردة، هذا عشان ايه؟ ربنا مش بيعاقب، ربنا بيأدبنا. قد ما الانسان اخطأ والشر ملا البلد، وازاي بيقننه الخطية، قد ما ربنا بيبقى غضبان طبعا. وبالتالي لما بيسمح بحاجة زي كده بيفوق الناس عشان ترجع له مرة تانية، علشان ما يموتش الموت الأبدي. ده بيفكرنا برضو في 9/11، افتكر برضو كان في شر كتير في البلد، وبعدين الطائرتين خبطوا البرجين اللي في نيويورك، و مات فيهم حوالي 2500 نفر. إذا من مراحم الرب إنه توقيت الانفجار ده هو كان الساعة 9:15 مش 9:15، لو 9:15 كان مات فيها ليس 53,000 شخص، كانت العمارات كلها مليانة بالموظفين. إنما ربنا بيدي إنذارات وبيدي تنبيهات علشان ما نضيعش مرسل. كان النتيجة بتاع 9/11 ده كانت يوم 3، وكان يوم الجمعة اللي بعديها كل الناس في كل أنحاء أمريكا سجدة، وبكل الطوائف وبكل الأديان، علشان يطلبوا مراحم ربنا ونرفع عنهم الغضب بتاعهم. عدد 11 الهاوية والهلاك أمام الرب كم بالحري قلوب بني آدم. ربنا شايف قدامه الهاوية والهلاك اللي هو مكان انتظار الأشرار لحد يوم الدينونة. ربنا عارف كل حاجة، كل حاجة مشوفه قدامه، ما بالك بقى قلب الإنسان. ربنا عارف اللي جوه ضمير الإنسان وجوه قلبه، مهما كان مظهره الخارج مظهر وداع ومظهر بر، ده يسموه البر المظهري بس كده، الرياء. المستهزئ لا يحب موبخه إلى الحكماء إلى يذهب. الإنسان دائما بيستهزئ بكلمة ربنا وكلام الحكماء، بيرفض انه بيتجنب انه يتعامل معاهم، يقول لانه مش عايز يطبيخ. نفس الشيء بالنسبه للانسان مش عايز يقرا الكتاب المقدس باصرار، ليه؟ لانه عارف ان كلام الكتاب المقدس هيوبخه، فهو عايز يستمر في حياه الشر، مش عايز يسمع كلمه تؤنبه وعايز يرضي ضميره بنفسه يعني. عدد 13 القلب الفرحان يجعل الوجه طليقا، وبحسن القلب تنسحق الروح. ليه احنا بنحزن على كل حاجة، بينما احنا عندنا القدرة ان احنا نحط كل احملنا وكل همومنا على ربنا؟ ده هو الألم. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وبعدين بيقول لنا، لأننا بطرس الرسول بيقول لنا كده، انه ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ده حقيقة لا يمكن إنكارها، إن هو منتظر إن هنشيل الحمل، فنشيل إحنا الهم دي. إذا إحنا صلينا ربنا عشان يشيل عننا الحمل وإحنا لسه بنفكر في مهمومين، ربنا مش هيشيل حاجة. فإحنا اللي بنجيب الحوز نفسنا، نشيله الحمل نكون فرحانين لأننا واثقين فيهم الأيام إنه هيخفف الحمل ده عنا وهيغير كل الظروف وكل الأمور. عشان كده لازم يكون قلب الإنسان المسيحي فرحان مهما كانت فيه ظروف وحشة حواليه. قلب الفهيم يطلب معرفة وفم الجهال يراها غنى.
الإنسان الحكيم اللي بيحب قدام عايز يتعلم أكتر وأكتر، يزيد الحكمة الروحية بتاعته، بمتعطش كده إنه يزيد المعرفة ده. أما الإنسان الأحمق عايز حمق أكتر لأنه بيشبعش، كلامه دايما كلام بطال ونكت بذيئة، وبيرعى كلام الباطل ويمشي مع الناس اللي بيكلموا كلام الباطل زيهم. عدد 15 مرتبط بعدد 13 فرح القلب. يعني كل أيام الحزين شقية، أما طيب القلب فوليمة دائمة. الإنسان المكتئب دائما اللي مش بيحمله على ربنا، ما عندوش ثقة في عمل ربنا في حياته، ده بيبقى متنكد باستمرار وحزين ومكتئب وعنده نظرة سودة لكل حاجة في العالم. أما الإنسان اللي يكون رمي على ربنا وكل أثقاله في صلواته، هو واثق إن ربنا هيشيل عنه، يكون فرحان، يكون نفسه مليانة بالشبع كما لو كان في وليمة. فما طيب القلب في وليمة دائما، قلبه طيب لأنه مرتاح إن ربنا حيشيله، كما لو كان عايش في وليمة مرتاح ومبسوط فيها، ما هوش حزين أبدا. إنما الإنسان اللي شايل هم العالم كله تبقى كل أيام مليانة حزن وكآبة. ليه؟ لأنه ما بيثقش في ربنا وفي مواعيده. عدد 16، 16 و 17 مع بعض. القليل مع مخافة ربي خير من كنز عظيم مع هم. الإنسان عنده حال قليلة خالص، لكن عنده معاش مخافة ربنا في حياته وشاكر ربنا على كل حاجة، ده بيبقى فرحان على طول. ده كنز عظيم، أحسن من كنز الواحد عنده كنوز كبيرة لكن عنده هموم كتيرة. ينقارن ما بين إنسان غني الآن على فلوس وإنسان على استثمارات والحاجات دي كلها، وعايش همه كل همه في الفلوس، يزودها وتنقص منه يحزن، مع مقارنة مع واحدة ست بسيطة فلاحة اسمها مبسوطة. متهيألي كلكم شفتوا الفيديو بتاعها من زمان على الإنترنت. إنسانة جوزها كان مريض بمرض عجيب يجعله مشلول باستمرار، وأولادها كل واحد يوصل لسن 12 سنة يبتدي المرض بتاع أبوه، حالة بؤس شديدة جدا، لكن شكر ربنا على كل حال. لدرجة الواحد المذيع اللي كان بيعمل حديث معاها سألها: طب أنت فرحانة ليه كده؟ قالت له: ربنا بيديني كل حاجة، ما حرمنيش من حاجة أبدا، وشايل عني هموم كتيرة. ده أنا حتى ابني اللي عنده 18 سنة ده اللي عاجز، أشكر ربنا لأنه هو بيوصل لروح الحمام بنفسه بل مكان كسيح. فآدي الإنسان اللي قلبه مع ربنا راضي بكل اللي عنده حتى لو كان فيه مقاسي، إلا أنه راضي باللي ربنا بيقسم بيه، عشان كده يبقى فرحان من جوه مهما كانت الظروف وحشة. فأما الإنسان الغني ومهموم ما مش حاسس بعمل ربنا في حياته. فنشكر ربنا باستمرار على كل اللي موجود عندنا مهما كان وحش أو كويس. نقول هنا بقى مخافة رب هي قداسة الإنسان، علاقته بربنا، مش علاقته بالعالم، مش منهمك بالعالم، إنما علاقته بربنا فكل حاجة تانية بتهون. مرتبط بها عدد 17، والأكل من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بوضة. كان في مثل كده زمان في مصر يقول: بصلة المحب خروف. لما يكون كده في محبة، أي لقمة بيأكلوها مع بعض تعتبر وليمة كبيرة. أما بقى في وليمة كبيرة وكل أنواع الأكل الحاجات دي كلها، وفي كراهية بمجرد حاجة زائفة زائلة قدام الناس كده، مظاهر كذابة، ولا كأنه أحد أكل حاجة ولا استطعم بحاجة أبدا. فالإنسان اللي بيعيش محبة إخواته، ده الروح القدس بيحل عليه، وبتكون ثمرة من ثمار الروح القدس هي الفرح، الفرح الدائم مع الناس الغلابة اللي زي حالاته، بدل في محبة بينهم، مفيش رياء، مفيش مظاهر كذابة. ناخد بالنا نفتكر كده في سفر دانيال بيتكلم عن الثلاث فتية القديسين، كانوا بياكلوا بقول القبطاني لهم، لكن كانوا أحسن مليون مرة من الناس اللي أكلوا الأكل المشبع والأكل اللذيذ والدسم، ولأنه كان في محبة بينهم، فكان بياكلوا عن طيب خاطر ومش مدينين ولا زعلانين. عدد 18،
الرجل الغضوب يهيج الخصومة، ويبطئ الغضب، وبطيء الغضب يسكن الخصام. ده بيكرر الآية الأولى في جواب اللين يصرف الغضب، وكلام موجع موجع إيه يهيج الصحت. ده بيثبت لنا الكلام بتاعه. الإنسان الغضوب ده دايما إنسان متكبر، أما الإنسان المتواضع فهو بطيء الغضب وما بيفكرش في نفسه، هي نمرة واحد وبس، إنما ما بيفكرش في أكثر مما ينبغي. الإنسان ولا حاجة من غير ربنا. 19 طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج. الإنسان الكسلان بيبرر كسله بأنه إيه كنت في أشواك كتيرة حواليه متعطل عن العمل فما بيعملش حاجة. أما الإنسان المجتهد بيلاقي إن الطريق بتاعه سهل جدا، هو كل اللي يعمله إنه يشتغل بأمانة ويواصل عمله ويشوف طريق ممهد قدامه. لما يقول هنا طريق مستقيم منهج معناه يعني ممهد وسلس وبسيط جدا. عدد 20 الابن الحكيم يسر أباه، ورجل جاهل يحتقر أمه. فكرنا كده بالوصيه السيد المسيح، أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. الابن الحكيم بيفرح أبوه لأنه بيسمع نصيحته وبيمارس الفضائل بتاعته، زي الابن اللي بيسمع نصيحة ربنا وينفذ الوصية بتاعته ربنا يفرح بيه. الراجل الجاهل يحتقر أمه، بيتسمع كلام أمه ده، بيقول أنت بدأة قديمة، أنت ما تفهميش حاجة، أنا أعرف أحسن منك، زي ما قال قبل كده. على 21 الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكهم. الإنسان الغبي بيفرح بالإثم الخطية ويصر على الاستمرار فيها برغم كل الأنظارات اللي حواليه. الإنسان أحمق ما بيسمعش النصيحة. أما الإنسان اللي فاهم طريق ربنا كويس يعرف إنه يجاهد علشان يعرف أخطائه ويتوب عنها، مش إنه يعني يقر بخطأه. الإنسان المتكبر ما يقرش أولا إنه غلطان، وبالتالي ما بيقبلش أي توبيخة أو أي نصيحة. مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. الإنسان بيشاور التانيين بقرار ما يخطئش أبدا. بيقول عيون كثيرة أكثر أحسن، تشوف عيون ترى تشوف حاجة أكثر من يكون عين واحدة شايفة. بس المهم نتشاور مع مين، مش نتشاور مع ناس أشرار، إنما نشاور الناس اللي هم أفضل مننا، اللي هم عندهم الحكمة السماوية بتاعت ربنا. عدد 23 للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها. إذا كان الكلمة الواحد بينطقها في وقتها مناسبة تفرح الإنسان وتفرح اللي بيسمعه كمان، هو هيستفيد منها. أما الإنسان اللي يعني بيكلم أي كلام على طول كده، هو مش الكلام اللي فيه حكمة وفيه منفعة للآخرين بيبقى دايما متعب. 24 طريق الحياة للفطن إلى فوق، للحياة دنة عن الهوية من تحت. معنى الكلام ده إيه؟ إنه طريق الإنسان ماشي في طريق ربنا وطريق مستقيم، ربنا بينقذه من الموت، تطول أيامه وتكون له شيخوخة مكرمة. لما شوفنا كده في أيوب عاش شبعان الأيام، مش عليها عاد 200 سنة، قلتها أيام كلها بركة وكلها نعمة وكلها سلام في قلبه. وبالتالي بعد ما يكون الإنسان بيمشي في مخافة ربنا يكون نصيبه فوق في السماء، وده يخليه يبعد عن الوقوف في الهوية، إن يعني الطريق الشرير دايما تحت نازل الهوية. فالرجل الصالح بيقوله كنز في السماء، عشان كده الكاهن في القداس يقول لنا ارفعوا قلوبكم، ونقول له هي عند الرب. نبقى باصين لفوق، ما نبصش للأمور الأرضية، ما نطلبش من ربنا بس الحاجات الأرضية، نطلب إن احنا نوصل ملكوت السماوات، وعايدين كل حاجة تانية احنا محتاجين لها مش احنا عايزينها، تفرق كتير اوي. 25 الرب يخلع بيت المتكبرين ويوطد تخم الأرملة. ده بيفكرنا بتسبيح العذراء لما تقول ايه انزل اعزاء عن كراسي ورفع المتواضعين. ربنا ما بيحبش المتكبرين
لكن دايما بيدافع عن الأرملة والإنسان الضعيف ويرفعه لفوق. فياريتنا كده لما نصلي نصلي وإحساسنا بالضعف، مش لأن ضعفة إحنا ضعفة من غير المسيح، لما نطلب معونته هيرفعنا وهو اللي هيتمجد في حياتنا، مش إحنا ننسب المجد لنفسنا. 26. مكرهة الرب أفكار الشرير ولأثار كلام حسن. ربنا بيفرح بحديث الناس الأطهار، صلاتهم كلهم وكلامهم وتسبيحهم لا يشهد به والناس هتشهد به كمان، نجد اسم ربنا مستمرا. فصلواتنا تبقى صلوات تسبيح لربنا، ما هيش طلبات بس منه، طلبات كده للأمور المادية والأمور العالمية، فعشان ربنا يفرح بان احنا نمجد اسمه ونكون معاه. 27. المولع بالكسب يكدر بيته والكاره الهدايا يعيش. الإنسان اللي بيتصارع على المال بطريقة غير مقبول وبيبقى طمعان في المال، ده بيبقى سبب نكد لبيته، ممكن قوي انه يهدم البيت كله. إنسان الكاره الهدايا اللي هم بيقبلش الرشوة، يعني اللي بيدفع رشوة ده عايز يعمل حاجة بكسل يعني. أما الإنسان اللي بيشتغل بجد وما كنش عبد للمال فبيبقى دايما عنده رضا وقناعة وانه حاسس بقى ربنا مبارك في حياته وحياة عيلته. قلب الصديق يتفكر بالجواب وفم الأشرار ينبع شرورا. الإنسان الصديق الإنسان اللي عنده حكمة يفكر جدا كويس جدا قبل ما يجاوب، عشان ما يجاوبش يجاوب بحماقة، لما يجاوب يجاوب صح. أما الإنسان الشرير بيندفع في الكلام على طول، بتكون النتيجة إيه؟ إن معظم كلامه إن ما كانش كل كلامه غلط. عدد 29. الرب بعيد عن الأشرار ويسمع صلاة الصديقين. ربنا بيفرح بالإنسان بيصلي معاه، بحيث بيبقى فيه علاقة بينه وبينه ويسمع صلواته وما يستجيب ليها بدون قيد ولا شرط. أما الإنسان الشرير حاسس إن ربنا بعيد عنه جدا وإنه ما يتوقعش أي حاجة من ربنا. عدد 30. نور العينين يفرح القلب والخبر طيب يسمنه العظام. العينين اللي ربنا خلقها لينا علشان نشوف فيها عمل خليقة ربنا، خليقة ربنا الجميلة، عشان نفرح بيها ونسبح الله في عمله. عشان كده بقول فنشكر صانع الخيرات لأنه سترنا وعن حضنه كذا عطى كل شيء لينا. تأملوا كده مثلا واحد إنسان بيصلي صلاة الغروب على شاطئ البحر وبيشوف لحظة غروب الشمس، منظر بديع جدا بيريح القلب بيريح الإنسان. نفس الشيء بالنسبة لساعة الشروق الصبحية. فنتمتع بالحاجات اللي ربنا خلقها لنا، وانه محبته لينا نخلينا سيدين اسياد على كل الكون ده وكل العالم، مش هو العالم يبقى هو السيد لينا. دي البصيرة، الفرح الداخلي الواحد يبقى فرحان كده وعنده قوة ونشاط روحي، لان البصيرة هي بتنور له طريق ربنا ويفرح بالناس اللي حواليه ويفرح بتوبة ناس بدل ما يبقى بيشمت في الناس اللي بيقعوا في الغلط. الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. الإنسان المتواضع بيقبل توبيخ وبتكون له حياة، حياة مع المسيح، حياة عشان يوصل بيها يسمع وينفذ كل الأوامر وكل الوصايا بتاعت ربنا، وحيكون هيعتبر حكيم من وسط الحكماء، في وسط الحكماء الآخرين المهمة سبعوه في انهم يكون ليهم علاقة مع ربنا وعندهم الحكمة السماوية. عدد 32. ومن يرفض التأديب يرذل نفسه، ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. الانسان التأديب يرذل نفسه، يعني كان الواحد تاهي في صحراء ورفض انه اي حد يرشده انه ازاي يطلع منها، فيكون نتيجة انه هيهلك فيها لانه مش عايز يسمع كلمة ربنا، مش عايز يسمع تأديب ولا تأنيب ولا حاجة. أما الإنسان اللي بيسمع تأنيب على خطيته ما زعلش، لأنه عارف إنه لو عرف خطيته هيتوب عنها. أما الإنسان المتكبر
لو دايما ما بيعترفش بانه غلطان، في نفس الوقت مستحيل انه هيتوب عن الخطيه بتاعته. على 33، مخافه الرب ادب حكمه وقبل الكرامه تواضع. ادب وحكمه معناها تعليم الحكمه، مخافه ربنا هي تعليم الحكمه دي. راس الحكمه مخافه الله، قلنا مخافه الله مش الخوف منه، ان احنا حاطينه في اعتبارنا في حياتنا، وان له المكانه الاولى في حياتنا، انهم نسمع كلامه وننفذه لاننا بيحبه، لانه هو احبنا اولا. والانسان اللي بيثبت مخافه ربنا بتكون دائما حكيم ومتواضع قدام ربنا، ودائما معترف بخطيته، برما يتكبر ولا انا بعملش غلط، ويقبل التوبيخ والتانيب عليها. عشان كده ساعتها ربنا يرفعه في الوقت المناسب، ويرفع شأنه مش في الشأن العالمي، إنما يكون ليه مكانة كبيرة عنده، عشان يوصل ملكوت سلام سلامات بسلام. إلهنا كل المجد الآن وإلى دهرنا كلها، آمين.